سام اتكلمت على موضوع سيمبا وعودة النادي الأهلي إن شاء الله يوم الأحد لمشوار الدوري. قبل ما نخش في التفاصيل ده يا كابتن، حابب أعرف من حضرتك من خلال مشوارك الطويل، الأجيال اللي حضرتك كنت بتلعب فيها، أنا عارف كان دايما المباريات أسبوعية مش كل 3 أيام زي دلوقتي. عايز أعرف من حضرتك الأسبوع اللي كنت بتقضوه بعد المباراة، حسيتوا إن أنتم مزعلين جماهير النادي الأهلي منكم؟ كانت شغلانه دي، لا حاسين مزعلين جماهير النادي الاهلي يعني. مننا دي كانت مشكله كبيره. وخد بالك يعني احنا على ايامنا اي ماتش وحش كنا بنلعبه ما كانش طبعا وسائل الاعلام ما كانتش زي دلوقتي ولا السوشيال ميديا ولا الكلام ده، هي كانت الجرايد ويمكن برنامج واحد في التلفزيون بيجي اسبوعي مثلا. لما بنكون وحشين ما حدش بيتكلم على المدير الفني خالص، كله بيتكلم على اللعيبه. طبعا يعني اللعيبه كانت وحشه، اللعيبه ما ادتش، ما حدش يعني ما كانش حد بيجيب سيره المدير الفني يقول لك زي دلوقتي. دلوقتي اي حاجه المدير الفني، لا احنا على ايامنا لا كان اللعيبه، احنا كنا بنخاف جدا يعني، بنخاف جدا من الجمهور بتاعنا يعني. ما ينفعش ان انت تاثر، وطبعا انت عارف الكره فيها توفيق وعدم طبعاً توفيق أكيد. بس بيبقى باين لو انا وحش عشان في عدم توفيق، ده بيبقى باين وبيبقى محسوس بالنسبه للناس. ولكن انا وحش عشان مقصر، عشان مش عايز اجري، عشان بجري تروت، عشان ما بخشش وبحلق، انا بكلمك في كل لا ما كانش ينفع الكلام. كنت بتعملوا ايه؟ عايز اعرف كنتوا انا ما كنتش بنزل يعني، ما يعني بعد يعني عملت مباراه سيئه حسيت ان الجماهير زعلانه، كنت بتقضوا الاسبوع ده ازاي على مستوى النادي، على مستوى كلامكم مع بعض، على مستوى الشخصي لكل لعيب؟ على مستوى النادي التمرين بنروح بنتمرن، وطبعا بقى الجهد بيبقى مضاعف، وبنبقى بقى على احر من الجمر الماتش اللي جاي هيجي امتى عشان نعدل اللي فات. ولكن بعد النادي بعد التمرين انا العربيه البيت، ما بنزلش، ما بشوفش حد، حتى اصحابي اللي كانوا بيجوا مثلا يقعدوا عندي في البيت بتقطع بقى. لا 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 مفيش كلام، بس لغاية الناس كانت لما الصوره بس لغايه لما الصوره نعدل. كنت بتستنوا تتمنوا ان المباراه تبقى بكره عشان تصالحوا جماهيركم. بالظبط بالظبط. الناس كانت برضو مش زي دلوقتي يعني، خلاص كانت بعد المباراه سواء اتعادلتم او اتهزمتم فالناس يعني كانت شويه وبتنسى. دلوقتي الناس لا، لازم النهارده خسرت من سيمبا مستنيه لك المباراه اللي جايه، مستنيه لك المباراه اللي جايه مع سيمبا في على ارضك. بس برضو على ايامنا ما كانوش بينسوا يعني، مش بينسى كابتن خالد، بس ما كانوش يعني ميديا ما كانوش متشددين كده كابتن. السوشيال ميديا ما كانتش موجوده، عشان السوشيال ميديا دلوقتي زياده شويه، وما كانش موجود سوشيال ميديا ساعتها خالص. فالامور كانت بتبقى باين ان هي هاديه. ولكن احنا التمرين، احنا كل تمرين في 5-6 آلاف متفرج في الملعب كل تمرين ما شاء الله. فانت بتبقي شايله بقى لما بتعملي ماتش وحش، شايله هم التمرين الناس اللي جايه بتتفرج، دخلتك بقى الملعب بالظبط.